أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا لو
فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهدى عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهدى عند الله عظيم. صدق الله العظيم.